السلام عليكم، كي دايرين؟ تتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وسنة سعيدة ان شاء الله تدخل عليكم باش ما تمنيتوا في حياتكم. الوصفة ديال اليوم اللي هي سباكيتي اللي من نوع ديال تاغلياتيل، تجي غزالة بالصلصة البيضاء وفواكه البحر. المهم بقاو معايا ان شاء الله مع المقادير، وغادي نمشيو خطوة خطوة باش ديروا واحد انتم ان شاء الله تجربوها. بالنسبة للمقادير كما تشوفوا معايا العناصر كاملين. المهم انا عندي فلفلة قطعتها هكا شرائح طوال، درت نواع ثلاثة انواع. عندي البروكولي قطعته صغير حتى هو شرائح بحال شكل ديال الشجيرات. الحوت عندي الحوت البيض والقمرون. الفرماج خلاص غادي نحتاجو حتى هو. الثومة قطعتها شرائح طوال. عندي الزبدة، الربيع، القزبر والمعدنوس، الملحة، البزار، القزبر يابس، الحبق يابس، الزيت البلدية، وهاد الغبرة هادي ديال الحوت خاصة بالحوت. لما كاش ماشي مشكل. وهادي هي المقاس باكيتي ديال الطاغلياتيل، تجي زويونة. الانسان تبغي يبدل شوية في الشكل وتبان ليش حاجة زوينة. المهم بالنسبه لي غادي نمشيو للماء ان شاء الله. عندي انا الماء غادي نديرو غادي يسخن، خليتيه يسخن مزيان، غنزيد فيه مليحه ونمشي باش نحاول باش ندير هذاك الشيء الاخر، نطيب هذاك الشيء الاخر في نفس الوقت. الماء تيسخن، المقله غادي نزيد فيها. باش تشوف معايا المقله غادي نزيد فيها الزبده، ندير فيها الزبيده، نخليوها تذوب غير شويه. صافي نلوح في هذيك الفلفله ديالي، باش ما غاديش نخليهم تيطيبوا بزاف، راه تيبقاو هكاك واقفين غير. انا غادي نصوطيهم غير شويه وصافي، نزيد فيها شويه مليحه وشويه ديال البزار، نسمهم بالملحه والبزار صافي. ونديهم ونجيبهم شويه وغادي نزقاو، وغادي نمشي باش غادي ندير ثاني عاوتاني البروكولي في الجنب ديالهم، لحقاش هادشي اصلا ما تيبغيش الخضره تكون طايبه بزاف. واصلا الخضره فاش طايب بزاف تيمشيو المنافع ديالها. انا غادي نصوطيهم عير شويه، كتشوف معايا صوطيت البروكولي صافي. غادي نمشي للماء ديالي اللي سخان، غنزيد فيه هذيك السباكيتي ديال الطاغلياتيل صافي. نخليها طايب، غنرجع للمقله، غنشد هذيك الثومه ديالي غادي نديرها تشحر لي واحد شويه طبيعة الحال مع شويه ديال الزبيده وصافي. وشديت القمرون والحوت البيض ديالي، درتهم مع ديك البصيله، هذيك الثومه سمحوا لي، مع ديك الثومه تيتشحروا مزيان. خلاص راه بالزربه تيطيبوا، والحوت البيض القمرون بالزربه تيطيبوا. غادي نسمهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار كما تشوفوا الصوره معكم. وغادي نزيد عليهم هذاك القزبر يابس غبره، وهاد الغبره كما قلت لكم هذه بحال شكل ديال الكنور ديال الحوت، هما تيستعملوا من هذيك واحد الوحده دايره بحال شكل ديال الخروب اسمها التمارين. هادشي في اسيا بزاف كاينه في سيرتو في الفلبين. المهم المقارونة ديالي راه ما تطيبش بزاف، راه ما تتعداوش 10 دقائق، ما خصهاش تفوتها. المهم شديتها المقارونيه درتها في الماء بارد صفيتها. غادي نمشي دابا باش نشد الطنجره هادي، غنزيد فيها الزبده وزدت عليها مايزينا. نسيت ما قلت لكم مايزينا، سمحوا لي، جوج معالق ديال مايزينا هي باش غادي نشكلوا هذيك الكريمه البيضاء اللي لاصوص بيشاميل صافي. نخليهم تيذوبوا هكا، ونزيد عليهم جوج كيسان ديال الحليب كبار. تيبقى نتوما على القدر ديالكم، لاصوص بيشاميل على قدر هذاك الشيء اللي بغيتي. ما حدكم زدتوا الحليب، ما حدكم تزيدوا الدقيق ولا مايزينا، سا ديبون على شحال ديال الحليب درتو. ديال لاصوص هادي هنا تيسموها صوص الفريدو صوص، مي انا هما تيشريوها، اغلبيه تيشريوها، مي انا صوبناها، حاولنا باش نصاوبوا بحالها.
صافي زدت عليها شويه البزار وشويه مليحه نسمها، وما ديش نخليها تختار، لحقاش ديما على الصوص ديال الفريدو صوص ولا بيشاميل، ما تنخليهاش تختار باش تجي زوينه، تتحسب المذاق يدخل هذوك العناصر كاملين. زدت عليها داك القزبر والمعدنوس، وغادي نخليها جاريه، وغنزيد عليها ديك المقارونيه ديالي الطاجلياتيل. تشوفوها راه بقات جاريه، ما حدا هي هذاك الشيء تيطيب فيها، وتبدا غادي وتختار شويه بشويه. زدت عليها داك الحبق يابس، فريمون تجي غزاله غزاله غزاله، بغيتكم تجربوها تجي زوينه صراحه. الانسان تبقى يفكر شنو يدير العشاء ولا الغداء ولا ما تعرف، بعض المرات الافكار تمشيو لك من بالك، احسن ديرها تجي زوينه. وزدت عليها الفرماج، صافي نبقى ندي فيها كونجي فيها تيدخل لك العناصر كاملين. وغادي نزيد عليها من بعد الخضره، الحوت هو اخر حاجه، لحقاش الحوت لا خلط دابا مع الخضره غادي الحوت غادي يولي مدكدك ليه، ما غاديش يبقى يبان. تنخلي الحوت حتى هو اخر حاجه تنخلطو، تنخلط هادشي مزيان تنعرفو هادو بعدا راه شادين ريوسهم. عادي تنزيد الحوت، هانتوما تشوفو من الحوت انا زدتو، وعاد غادي نخلطو. ايه كما تشوفوا معايا هالطبق ديالنا ديال سباكيتي، زدت عليها شويه الفرماج من الفوق، تيجي غزال لا في الديكور لا في المذاق، مذاق روعه روعه مع داك المذاق ديال الحوت، يجي واعر. ودرت عليه شويه الزبيده بلديه، المهم طبق طلياني. تشوفوا معايا طبق تيجي غزال، المهم حطيت معاه كاس ديال العصير، غادي نقدمو مع كاس ديال العصير. العصير خلاص رائع ديال المحلات، ماشي ما صوبتو هاد المرة، ما صوبت العصير لا والو. و تنتمنى يعجبكم الفيديو، و تنتمنى تجربوه ان شاء الله، ونزيد نعاود سنة سعيدة ادخل عليكم باش ما تمنيتو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.